إذا نعم يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر اللي يسمى الذهب يزكى ربع العشر نعم ولو يلبس ولو يلبس والصواب فيه الزكاة ولو يلبس إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب خواتم قلادة أسورة غير ذلك يعرف وزنه في السوق ويزكى قدر قيمة السوق الذهب المعروف هذا إذا كان ذهب وفضة أما غير ذلك من الماس وأنواع الحلي اللي غير ذهب والفضة فلا فيها زكاة إذا كانت اللبس للبيع والتجارة ليس فيها زكاة ولو غير معدل التجارة هذا الصحيح صح قول العلماء فيه زكاة نعم إذا بلغ النصاب وضعف مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه وثلاثة أسبوع جنيه هذا مقدارها نعم إذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع.